الحل اللغز اللي فات؟ براء خالد، مريم سامح، رينات، مسك محمد زكي. يا عم انا من اول ما جبتك، من اول ما جبتك وانت متبت في الكزرايه دي، واقول يا سوس شويه وهيديني حته، شويه وهيديني حته، لكن مش بتاكلها حتى. يعني انا اكلها لك؟ انا بعرف اكلها لك وهديك القشره بتاعتها دي، اكنك انت اللي كلتها. يلا بقى يا عم، انا عايز اكل جزر، انا بحبه وانت ماسك متبل فيها. عادي يا عم، متبل فيها ليه؟ اكل حته واديها لك. بتعملي كده ليه يا بنت انت؟ عروستي، لو انت في الصحراء هتتمني قوي اللي انت تشوفيها. القرود، لو انا في الصحراء هروح اشوف القرود. هي القرود في الصحراء، القرود في الغابة يا قرد. قولي عروستي. عروستي مهمة للإنسان وللنبات، من غيرها الزرع يموت. عروستي لا ليها طعم ولا لون ولا ريحة. خلاص يا تيتا خلاص، انا عرفت انت عايزة ايه، هروح اجيبها لك من التلاجة وساعة. عرفت حل الفزورة يا حبايبي؟ لو عرفت حل الفزورة انزلوا فورا اكتبوا في التعليقات، ولو لقيتوا التعليقات مقفولة اكتبوا في المنتدى. ما تنسوش يا حلوين فعلوا الجرس وتعملوا لنا اشتراك وتعملوا لنا لايك. ومعادنا لغاية اول يوم العيد علشان نشوف مين الفايز بالالف جنيه. شروط المسابقة يا حبايبي ان انتوا تشوفوا كل الفوازير وتكتبوا حلها في التعليقات. ومع السلامة، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك يا حلوين.